خدوا القروض دي ليه؟ ما انت قاعد يا عزيز المواطن بتتفرج عليا ورغيف العيش زاد عليك والكهرباء بتقطع وهتزيد والميه هتزيد والمواصلات هتزيد. لما الوقود البنزين والغاز والجاز بيزيدوا في مصر اسعار كل حاجه بتزيد، من اول حزمه الكرات لحد عفش العروسه، صح كده؟ صح ولا انا غلطان؟ طيب خدوا القروض دي ليه؟ انت عارف وانا عارف انهم عشان يعملوا اللي السيسي عايزه، يمسك البلد كده فيعمل شبكه طرق وكباري عشان ينشر الجيش في 6 ساعات، صح؟ علشان يعمل مجده الشخصي باعلى مئذنه واعلى جامع واكبر جامع والكلام ده كله. ده الواقع. انما الكذب عشان ايه؟ الكذب بيقولوا لك خدنا قروض ليه؟ زي ما هيقول لك اديه دلوقتي، اسمع مني. هو الناس دي عايزين خير؟ لا طبعا مش عايزين خير. انا بقول باختصار شديد يا مصريين، الفلوس اللي واحد يقول لك ده تضاعف القروض، تضاعف القروض علشان خاطر انا ببني بلد، ومش كلام ينشا يعني. هو لو كل واحد بيبني بلده وخد قروض ما كانش هيبقى فيه دول تسلف. هو لو كل ما نحب نبني بلدنا ناخد قروض تبقى مصيبه سودة. ده نهيق، ده نعيق، ده خبل، خبل من نشأة الديه واحمد موسى واللي زيه. يعني يورطوك في ديون كبيره ويخلوك تبيع ارضك علشان يسددوا جزء من الديون بتاعتهم، وبعد كده يقولوا لك يا سلام على حكمه السيد الرئيس. السيد الرئيس جامد جدا، ده نزل الديون. يا باشا ما هو اللي رفعها، ولما رفع الديون دي كانت ارضنا ملكنا، انما هو راح باع ارض عشان يسدد ديونه هو، وجاي دلوقتي بعين بكحه تشيد بيه وتقول يا سلام، زي ما بيقول احمد موسى كده عن السيسي مثلا. اللي حواليك والدنيا بتضرب هنا وتقلب هنا وازمات كتيره، وربنا يكرمك كمان انه يبقى عندك امور ايجابيه. النهارده لقينا البنك المركزي المصري عامل بيان مهم جدا، بيان بيتكلم فيه عن تراجع الديون الخارجيه. ديوننا كانت 168 مليار دولار حتى نهايه شهر ديسمبر الماضي 23، تراجعت في شهر مايو الماضي نتكلم على 153 مليار، يعني قرابه 14 مليار دولار تراجع في الديون الخارجيه. خلي بالك حضرتك ده اكبر تراجع على مدار، يعني بنتكلم على كام سنه ديون، لاول مره بنجد هذا التراجع الكبير مره واحده. تراجع كبير في ديون مين اللي عملها؟ تراجع كبير وانا بعت ارض علشان اسدد ديون خدها السيد الزعيم، ايه الانجاز؟ يا جماعه عيب، عيب تضحكوا على الناس بالشكل ده، عيب ما تبقوا مستخدمين بالشكل المقرف ده. لا وبعدين يطلع احمد موسى وضيفه يقول لك عندنا ثقه كبيره في بيانات البنك المركزي المصري. اسمع معايا. مصطفى بدر، اولا مساء الخير. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم، وكل تحياتي لكل جمهورك الكريم. سعيد النهارده بالخبر الايجابي ده، واللي بيدي كمان رساله طمانه للناس جوه او بره، ان ديونك بدل ما كنا طول الوقت بنتكلم على زياده والحقوا واربطوا الحزام وكفايه بقى وكده، بدات النهارده خبر ايجابي جدا، تتراجع بشكل كبير الديون الخارجيه. اتفضل. هو طبعا بكل تاكيد خبر في منتهى الايجابيه. البنك المركزي النهارده بيفصح بالعديد من الارقام والحقائق اللي هي ما فيهاش اي نوع من التشكيك. وخلينا نقول ثقتنا في الجهاز المصرفي ثقه كبيره جدا. واسمح لي، صحيح دوله رئيس الوزراء المح بالعديد من التصريحات حوالين السياسه النقديه، ولكن الحديث كل ده كلام فاضي، لان حقيقه الاقتصاد المصري بتعبر عن عكس اللي بيقولوه. اولا الديون دي خدها عبد الفتاح السيسي، ما عادتش على الشعب المصري بالنفع، لا في مصانع اشتغلت ولا ناس اشتغلت ولا بطالة قلت ولا تضخم قل. خدوا ديون علشان يعملوا بيها عماير وكباري، لا وقتها ولا مجالها، ما عادتش على الناس بخير. العيش غلي، الكهرباء غليت، المواصلات غليت، الأكل والشرب والحياة، حتى الموت في مصر غلي. فده مش إنجاز.